قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها باتجاه مركز مدينة حيس في محافظة الحديدة وسط انهيارات كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي. مصادر ميدانية قالت إن القوات الجيش تتقدم باتجاه المدينة من الجهتين الغربية والجنوبية وأنها سيطرت ناريا على الخط الرابط بين مدينة حيس ومحافظة تعز ومصرع وإصابة عدد من الانقلابيين. وللوقوف على هذا الموضوع ينضم إلينا وديع عطاء الصحفي. مساء الخير سيد وديع. بداية يعني نريد منك المعلومات المتوفرة لديك حول المعارك التي تدور في حيس، يعني ممكن تضع المشاهدين ربما في طبيعة المنطقة الجغرافية التي تدور فيها المعارك. مرحبا، حياك الله. حقيقة هناك حالة انهيار وفي وسط الميليشيا، وهناك حالة هستيريا حقيقية تعيشها جراء الضربات التي تتلقاها في هذه الجبهة بالتحديد، خصوصا وأن هذه الجبهة تمثل أهمية استراتيجية كانت لديها في معاركها تجاه تعز. نعم. كانت حيث تمثل المعسكر الخلفي لإعداد وإرسال المقاتلين إلى جبهة تعز، ولطالما زار هذه المنطقة السلطان السامعي عضو المجلس السياسي لإعداد هؤلاء المقاتلين. نعم. السيطرة ليست نارية بل هي سيطرة حقيقية على الخط الواصل بين تعز والحديدة. هم يبعدون الآن حاليا تقريبا 6 كيلو فقط عن أكبر قرى ريف حي. نعم. وهي ضمي. وهم الآن عمليا يتواجدون في واديها، يعني وادي ضمي يعني. نعم. فهناك أيضا عوضا أيضا عن سيطرة المقاومة أيضا والجيش الوطني، هناك أيضا ضربات الطيران أيضا، وهو الذي أوجعهم أكثر، خصوصا نعم. أنه يترصد كل تعزيزاتهم المتجهة إلى حيس. نعم. والقادمة من كل الخطوط المرتبطة بحيس، سواء من الجراحي أو من جبل راس أو من طريق العدين. نعم. أو من حتى طريق الحديدة أو من أي طريق مثلا تربطهم بتعز. نعم. يعني في ظل المعطيات سيد وديع، في ظل المعطيات الماثلة أمامنا اليوم على أرض الميدان، أين تتجه المعارك برأيك يعني في المستقبل القريب؟ حقيقة هناك يعني لا توجد حاضنة أبدا شعبية لميليشيا في اتهامها، وهذا يسهل كثيرا حكاية سقوط المديريات. نعم. وفي ظل الضربات القاسمة للطيران اللي تتبعهم خصوصا بالأباتشي وقطع تقريبا خطوط الإمداد بشكل شبه كلي اذا صح التعبير يعني، وبالتالي فان التقدم سيجعل سقوط المديريه تحصيل حاصل، خصوصا وان كثير من المدير ان الميليشيا الان لجأت الى التجنيد بالاجبار. هناك حاله يعني حصار حقيقي للمواطنين في المديريات الجنوبيه في دياما في الحديده مثل الجراحي والتحيتة وحيس خصوصا، وهناك حاله نزوح كبير من الناس، خصوصا وان الميليشيا الان تحاصرهم لتتمترس بهم ايضا. نعم سيد وديع عطاء الصحفي، نشكرك جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف.